صعدنا للأبد سيدنا محمد. مواجهات بين عناصر من حركة أحرار الشام ومجموعة النحلاوية وقعت قبل يومين في حي بستان القصر بحلب، أدت إلى مقتل غياث مكيس أحد قادة الحركة وإصابة عدة مدنيين، على خلفية محاولة عناصر الحركة اعتقال بائع بتهمة شتم الذات الإلهية حسب شهود عيان. الأمر في مشادة ما بين بائعي البسطات وما بين الدورية اللي أجت لتلقي القبض على الرجل اللي سب الله عز وجل، فوصلت أنا ومعي بعض الأشخاص كنا نمشي باتجاه المكان، فحاولنا تخفيف الحدة المشادات الكلامية والعياط والصياح، لكن بقت كلها بالفشل بسبب يعني تكاثر أهل البسطات الموجودين بالساحة، لأنه هم من حوالي من جماعة واحدة، وبدأ الصراخ والعياط والشد والجذب. جاهدنا حوالي 10 دقائق في المنطقة على أنه نخمد، لم نتمكن من إخماده. إطلاق النار بدأ غدرا من قبل مجموعة النحلاوية كما قال القائد العسكري في أحرار الشام. بنزلوا يعني بيشوفوا الشاب اللي كان يعني رأس الفتنة، هو بائع دخان، هو بيقولوا له وين الشاب اللي كفر؟ هم قالوا دايتين وبنجيب لكم اياه ان شاء الله. فاستنوا الشباب ولا صار يجوا من كل حد بوصل، من هون من المفار يطلعوا من البناية، من هون كلهم مسلحين، عرفت شلون؟ مسلحين يعني كلياتهم. فهون حس في غدرهم اخي ابو النصر، قالوا للشباب اطلعوا الكل على السيارات. الشباب تراجعوا وظهرهم في بعضهم وهيك صار يتراجعوا، صار الضرب يجي من وراهم، صار من كل مكان يجيهم انه ضرب. فهون واحد من بيناتهم بلقي فر تقرب لهم على نص الساحة وبضربه طلقتين في الرأس من ظهر أخي أبو النصر، بضربه طلقتين ما بكتفي فيه هيك، برقدوا عليه على السيارة، بفتحوا الباب السيارة وبنزل بشحطه في الشارع، بضربه 4 طلقات وبقول له قتلنا الخنزير الكبير فيهم. هن من بدأ بإطلاق النار. كيف؟ كان عم يحكوا معه، صار مشادد الكلامية، فالشباب كانوا مصرين على أخذ اللي كفر، أخذ اللي كفر ورد المظلمة للرجل. فهن عنادون ما راح يعطوا، فأتوا شلون بتكون بلقتين بالضريب بالكذا يعني. وفي أحد اللي من بيناتهم يعني هن بالإجمال ما بتذكر في تاريخ عمرين هن موجودين، عبالا هن عصابة، مجرد عصابة بيركين هونيك مسيطرين على الوضع، بيعضوا خوة من الناس، بيعضوا هاي بنوفي يعني في الهدي. واحد الباع بيطالع بكيسية رجل من عربيته وبيطالع بكيسية وبضرب على المجاهدين. توالت ردود الأفعال بعد حادثة الاغتيال هذه، حيث استنكرت كتل ثورية وناشطون تصرفات النحلاوية مطالبين باتخاذ الإجراءات اللازمة وتجريم من يسب الذات الإلهية في مناطقهم. القيادة الموحدة لمدينة حلب دانت الحادثة وقضت بمنع المدنيين من حمل السلاح دون مراجعة اللجنة المشكلة من قبلها. أولاً يمنع المدنيون من حمل أي سلاح حربي مهما كان نوعه في مدينة حلب. ثانياً على كل مدني لديه سلاح حربي مهما كان نوعه في محلة الكلاسة وبستان القصر مراجعة اللجنة المشكلة لذات الخصوص مع سلاحه خلال مدة 15 ساعة اعتباراً من الساعة 12 ليلاً من تاريخ صدور هذا البيان. ثالثاً كل شخص يلتزم بمراجعة اللجنة خلال المدة المذكورة عليه الأمان، وكل من لم يلتزم بالمدة المحددة أعلاه يعرض نفسه للمساءلة أصولاً. القيادة ذاتها شددت على ضرورة التزام جميع الأطراف في المنطقة بتسليم المطلوبين للقضاء الشرعي. التزام جميع الأطراف في منطقتي بستان القصر والكلاسة بتسليم جميع المطلوبين إلى القضاء الشرعي. خامساً إن القيادة الموحدة تدعو جميع المتضررين من أفعال المسيئين في منطقتي بستان القصر والكلاسة لمراجعة القضاء الشرعي ليصار إلى محاسبتهم. سادساً تعلن القيادة الموحدة في مدينة حلب بأن حركة حزم لا علاقة لها بالمشاكل التي حصلت في الأيام الماضية، وهي جزء من الفصائل المجاهدة في مدينة حلب، والله ولي التوفيق.